سريعا كده، السوبر الافريقي والنادي الاهلي، وبنبارك لك طبعا كاهلاوي، يعني لو حابب تعلق فنيا او باي شكل. يعني اكيد ببارك لمجلس اداره النادي الاهلي والجهاز الفني واللعيبه والجماهير العظيمه اللي بتساند النادي الاهلي، واللي انا شايف ان هي بتبقى سبب كبير جدا 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 من يعني كل البطولات اللي النادي الاهلي بياخدها. تبقى مغلوب وتعادل في الدقيقه 90 وترجع المباراه بالشكل ده، دي حاجه تحسب للعيبه وتحسب للجهاز الفني. صحيح شويه لخبطه في الاول، ويمكن اصابه السوليه اثرت شويه على البدايه بتاعه النادي الاهلي وعلى اللعيبه وعلى التشكيل، لكن في الاخر النادي الاهلي قدر يرجع وهو ده البطل، وهي دي الفرقه اللي عندها الحماس وعندها الدافع وعندها الاصرار والعزيمه على المكسب. ومش هقول روح الفنانه الحمراء، هقول ان دي الورث اللي بيورثه اي حد بيلبس فنانه النادي الاهلي. تتعلمه من وانت صغير في النادي الاهلي، مفيش حاجه اسمها تعادل، في حاجه اسمها مكسب، في حاجه اسمها ان انت الاول، في حاجه اسمها ان انت لازم تقاتل حتى اخر دقيقه لغايه ما الحكم يصفر. ده من الحكم ما صفرش تفضل مموت نفسك لغايه اخر دقيقه علشان تكسب، ولو كسبان تزود المكسب. حاجات بنتعلمها في النادي الاهلي وبنحاول ننقلها للاعبتنا بعد كده في اي مكان. ببارك طبعا للنادي الاهلي، وان شاء الله باذن الله المسيره تتكمل في كل القادم، وبالتوفيق طبعا لكل انديه مصر والنادي الزمالك وبيراميدز والمصري واللي في بطولات افريقيا. ان شاء الله باذن الله هو ده هدفنا في الاخر، ان اسم مصر يعلى اكتر واكتر واكتر، لان في الاخر كل ده هيعود على اسم مصر ويعود على الكره المصريه بنجاح وبتوفيق وبتميز ان شاء الله.